الآن ينضم إلينا زميلنا الكريم خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية في مرسيليا. مرحبا بك خالد، ما الذي لديك من معلومات أخي الكريم؟ نعم محمد، بعد التحية، وسط إجراءات أمنية مشددة الحقيقة لم يسبق لها مثيل. محمد، كنت قد قمت سابقا بنقل فعاليات مباريات كثيرة من أمام ستاد دو فرانس، وكانت آخرها مباراة ريال مدريد وليفربول، ولكن ما يحدث اليوم في ستاد دو فرانس لم يسبق له مثيل، بمعنى أن هناك 4000 جندي ودركي وشرطي في العاصمة الفرنسية باريس في أجواء استثنائية، فيها شهد فيها طائرات مروحية وأيضا طائرات درون وغيرها من الإجراءات، أكثر من 1500 أيضا عامل من عمال الأمن. يعني هناك هناك شرطي لكل 4 من المشجعين. ما حدث منذ انطلاق أو قبل انطلاقة المباراة بثواني فقط، وأثناء عزف السلام الجمهوري للدولة الإسرائيلية، تم إطلاق صفارات الاستهجان، وذلك في محاولة للاعتراض بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة ومنع دخول أعلام فلسطين أو أي علم آخر غير أعلام إسرائيل وفرنسا، لأنهما هما طرف المباراة. ولكن نستطيع القول بأن تم السيطرة على هذا الأمر بتعلية أصوات السلام الوطني الإسرائيلي عندما كان يعزف، حتى لا تظهر هذه الصفارات الاستهجان من قبل الجماهير الفرنسية. منذ قليل أيضا تحدث شهود عيان بأن كانت هناك محاولات من بعض من مشجعي الإسرائيل ألتراس الإسرائيلي، وكانوا يرتدون ملابس سمراء وحاولوا الدخول في مشادات كلامية وأيضا إلقاء بعض من الأشياء التي كانت بحوزاتهم على الجماهير الفرنسية، ولكن رجال الأمن تدخلوا في الوقت المناسب وتم منع هذه الاعتداءات من الحدوث. طبعا يحضر المباراة رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضا رؤساء السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا أولاند، وأيضا رئيس الوزراء ميشيل بارنيه. هيئة البث الإسرائيلية قالت قبل قليل خالد إنه رئيس الشباك، وهو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، يحضر مباراة فرنسا وإسرائيل للتنسيق بشأن حماية المشجعين الإسرائيليين. الفكرة ربما التي تدور في أذهانهم إنه ما حدث في أمستردام قبل حوالي أسبوع كان عدوانا على المشجعين الإسرائيليين، وإنه لا ينبغي أن يتكرر ذلك. بعضهم قال إنه ما حدث في أمستردام لهؤلاء المشجعين الإسرائيليين هو مصداق للمثل المصري الذي يقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يا خالد، لأنه هم الذين بدأوا بالعدوان بحسب كل التقارير المحايدة التي أتتنا من أمستردام. لا أعرف الحال في استاد فرنسا، لكن هذا ما حدث قبل أسبوع في أمستردام. يعني محمد، بالفعل هذا ما أكدته بعض من القوى السياسية الفرنسية، منها قوى اليسار وحزب فرنسا الأبية على وجه التحديد، وكانت هناك مطالبات بإلغاء هذه المباراة واعتبار أن الفريق الإسرائيلي ممثل عن الكيان لحكومة يمين متطرفة. كانت بالأمس هناك تظاهرة تحت عنوان جمعية تحت عنوان إسرائيل إلى الأبد، هي حركة صهيونية جمعية صهيونية وجمع الأموال لمساندة جيش الاحتلال الإسرائيلي. قابلتها مظاهرة أخرى للفيدراليات الطلابية الحقيقة التي تقوم بدور كبير جدا في دعم غزة وفي فلسطين. وأيضا اليوم كانت هناك تظاهرة أيضا في بالقرب من استاد دو فرانس في سان ساندوني لهذه المجموعات اليسارية. ولكن ما ظهر في الأفق أن هناك كثير من الفرق التي تعمل على إظهار أن إسرائيل هي الطرف الذي تم الاعتداء عليه، هناك ترويج من قبل الإعلام التابع لهم، ولكن هناك أيضا في المقابل أصابع الاتهام للاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي أعلن على أنه لا يملك حق نقل هذه المباراة أو حتى تأجيلها لأنها تابعة للاتحاد الأوروبي. وريت راتايو اللي هو وزير الداخلية
مع لوران. النقل يا خالد أنت تعني أن تنظم تقام في استاد آخر ربما، في استاد آخر أو في بلد أخرى كما حدث مع بلجيكا، قام بنقل مباراته إلى بلغاريا إلى 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 المجر عفوا. ولهذا كانت هناك مطالبات أيضا، ولكن راتايو ووزير الداخلية أكد على أن فرنسا دولة قوية وتستطيع يعني أخذ كل القرارات والإجراءات الاستثنائية، وقد نجحت في تحقيق الأمن في الألعاب الأولمبية الماضية. ومن العلم أن هناك منذ 9 سنوات تعرضت فرنسا لأعمال إرهابية كبيرة، ولا هذا هو التحدي. منذ 9 أعوام في نفس هذا اليوم كانت هناك مشكلة لباتاكلون، الاعتداءات الإرهابية، ولهذا كان هناك تحدي من الجانب الأمني لإعلان أن فرنسا دولة تستطيع أن يعني تحقق الأمن أو تمر بالمباراة بالأمن. ولكن محمد دعني أقول أن استاد فرنسا هناك 80,000 مشاهد، ولكن اليوم هو 15,000 مشاهد فقط من بينهم 600 من المتفرجين من المشجعين لدولة الاحتلال الإسرائيلي. وحتى الآن نستطيع القول أن المباراة فاترة، ليست مباراة كرة القدم، وكأننا نشاهد مباراة في السياسة. فرنسا تحاول إعادة أو احتواء الموقف الذي ظهر جليا من خلال الاعتداء على بعض من العاملين في السفارة في الكنيسة الفرنسية المتواجدة في القدس الشرقية، وتم استدعاء على أثرها السفير الإسرائيلي لمحاولة فهم ما حدث من الاعتداءات. وكانت هناك مطالبات من بعض من الأحزاب، هذه المرة أحزاب الوسط التابعة على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيسة البرلمان يائيل بروان بيفي بأهمية الحصول على اعتذار رسمي من البرلمان الإسرائيلي، وحتى هذه اللحظة لم يتم هذا. ولكن نستطيع القول أن فرنسا تحاول طارة أخرى بعد تصريحات الرئيس الفرنسي بمنع بأهمية منع تسليح إسرائيل إلى النظر بنظرة أخرى، ألا وهي تحت مسمى معاداة السامية، وأن فرنسا ترفض معاداة السامية. وهذا ما أكده قصر الإليزي قبل بداية المباراة ب5 دقائق، عندما أكد أن الرئيس الفرنسي اتصل بنظيره وأيضا برئيس الوزراء لجيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف بنيامين نتنياهو. إذن خالد، بحسب ما تفضلت به قبل لحظة، هذا الاستاد يسع أكثر من 80,000 متفرج، فيه الآن 15,000 فقط. نعم. من بينهم حوالي 600 كما تفضلت كذلك من مشجعي الفريق الإسرائيلي. أحب أن أعرف منك أخيرا، هؤلاء الذين ربما يجري الاشتباك معهم بحسب ما نرى في هذه المادة المصورة التي حدثت منذ قليل في استاد فرنسا في باريس، هل هم مثلا بحسب معلوماتك من الجاليات العربية في فرنسا شيء من هذا القبيل، أم أنهم فرنسيون خلص يا خالد؟ هو الحقيقه يعني حسب المصدر الاعلامي الذي نشر هذا الفيديو، اكد على انهم مجموعه من مشجعي الالتراس الاسرائيليين الذين حاولوا الاشتباك مع الجماهير الفرنسيه. معظم الجماهير الفرنسيه محمد يعني معظمها من اصول مختلفه، لا نستطيع القول انهم عرب، ولكن ما نشاهده وما نقوم بتصويره في المسيرات المسانده لفلسطين وللبنان حاليا في الشارع الفرنسي، معظمهم من الفرنسيين، وأيضا بطبيعة الحال كثير منهم من أبناء الجاليات العربية. أنا سأقول لك هدفي من هذا السؤال يا خالد، لأنه إن كان هذا الحنق وهذا القدر من الانزعاج موجود بالفعل لدى المجتمعات الأوروبية الرئيسية كالمجتمع الفرنسي والمجتمع الهولندي، إذن إسرائيل تخسر يا خالد. نعم، وهذا ما حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحقيقه في كثير من التصريحات تنبيه او لفت الانتباه لرئيس الوزراء الاسرائيلي، تصريحات رسميه محمد، الا وهي
أن إسرائيل بهذه السياسة وبهذه القوى المفرطة وهذا التحدي والعمليات التي تقوم بها ستزيد من العداء. وكانت هناك رسائل محمد نشرتها جريدة لوفجارو عن بعض من السفراء، سبق وتحدثنا عنها في القاهرة الإخبارية، السفراء الفرنسيين المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت جميعها بأن مجرد التعاطف مع دولة إسرائيل سيزيد من الاحتقان داخل المجتمعات الأوروبية، وعلى فرنسا أن تعلن موقفها مباشرة وأن لا تخسر هذه الحرب كما تخسرها إسرائيل، لأن ما يتم الآن في سواء في غزة أو في لبنان هو وصمة عار على الحكومة اليمين المتطرف، ومن المعروف أن فرنسا لا يحكمها اليمين المتطرف حتى اليوم، حتى نستطيع القول حتى اليوم لا يحكمها اليمين المتطرف، لا هناك اتجاه يميني، ولكن اليسار والجمعيات الحقوقية متواجدة، وأيضا الفيدراليات الطلابية التي لا طالما محمد رفعت علم فلسطين وعلم لبنان بالرغم من منع مثل هذه هذه الأمور داخل حرم الجامعة، إلا أنها ما زالت أو ما زال الشارع الفرنسي، ونحن ننقل هذا بكاميرا القاهرة الإخبارية في كل أسبوع. زميلي الكريم خالد شقير، أقدم لك وافر امتناني، كنت معنا من مارسيليا الفرنسية.